الدلو دلو مثل ما قلنا رح يطلع من عنده ساتيرن، بده يرتاح الدلو بأزار. واخيرا دلو كثير عانى كثير من ساتيرن ببرجه من سنتين وسنتين ونص، كمان من نص العشرين. هلا رح يكون قدام خيار جديد، خيار جديد، اتفاقات، تحالفات. اهم شيء هالسنه للدلو هي التحالفات الجديده، حتى تحالفاته الماضيه النافذه بدها تساعده السنه بخياراته. انما عنده هالسنه تارجح بين الايجابيات القصوى والسلبيات المربكه. فينا نقول النص الاول، الاشهر الخمس الاولى بيكونوا جيدين، وخاصه باذار لما يبلش يطلع من عنده ساتيرن بيعرفه، بيرجع بيجي جوبيتر الى برج الثور، يعني الى مربع الى مربعه، بيقول له تعال وين بدك ترتاح. انما ايه بس انما ما بيضايقه، يعني ما بيكون مضايقه مثل ما ضايقه ساتيرن، مش ممكن. هي سنه مهمه جدا، فيها تحديات كمان، بيضطر لمصاريف كثيره، بيتكيف مع اوضاع عامه، لازم يعرف شو لازم كيف لازم يتصرف اذا بيقرا الكتاب، اذا بيكون معه الكتاب. في عنده متطلبات كثيره، في خلافات وفي سوء تفاهم كمان واشكالات بحياته الشخصيه كما بحياته المهنيه، بس بيعالج الامور. الدلو بيقدر يعالج دائما الامور وبيساير بعض الاشخاص. شو مشكلته الدلو؟ انه عنده عنفوان قوي، انه انا ما بقبل اني اعمل تنازل لحدا. لا، السنه بده يجرب يكون شوي يراعي، ان ثلاثه ارباع الحكمه مراعاه الناس، بده يراعي الناس بهالسنه. وبيكون اذا كان من المبدعين والخلاقين عنده سنه ربح، بده يربح السنه ويمكن يربح دعوه قضائيه. هي من اجمل الاشياء اللي فينا خبره اياها لمولود الدلو. عاطفيا بيتحول من قيود وبيرجع استقلاليته اذا كان عنده قيود. عنده شخص رح يلتقى فيه، قد يكون عنده صديق او حبيب، بس بيكون بيناسب مزاجه، بيناسب اهوائه بهالسنه. تمام.